السلام عليكم، معكم وليد من حي العمال تبع أزغنغان. دابا انا ساكن هنايا، الدار على حال اكثر من 200 مليون وفيها الضو وفيها الماء، تجينا الضريبه ديال الماء والضريبه ديال الضو، تنخلصوا كلشي وما عندناش الواد الحار. وفاش تطيح الشتا كاين الغيس، ما كاين لا طريق لا قدرو لا الا مشيتي غير من هنا 400 متر غتلقى القدرو. وعلاش ما كملولناش حنا الطريق من هنا؟ والقنطرة حنا اللي درناها، ما دارتهاش الدولة، جمعنا بيناتنا درنا القنطرة. دابا حنا الا بغينا غير نخرجوا ولا نتعاونوا نشربوا ياتي في الجردة ما نقدروش، الناموس والريحة بقرارو. كيف غنديروا حنا؟ دابا حنا تطلبوا من المسؤولين ان شاء الله يتعاونوا معنا ويقفوا معنا نعدلوا هذا الشيء اللي وقع لنا هنا حي العمال. ليكم شي نعمة سيدية كنعانيو هنا بزاف. منطقة حي العمال كتعاني، أزغنغان تابع لأزغنغان كتعاني بزاف. عندهم الماء، عندهم الضو، واد الحار والو ما كاينش. راه ما كاينش شي دوار هنا اللي قريب اللي ما عندوش واد الحار، غير هذا الحي. هذا الحي، هذه المنطقة اللي ما عندهاش واد الحار. وحنايا كنوصلوا هذه الرسالة للمسؤولين الكبار يوقفوا على هذا الشيء. خصوصا حنا رانا على موسم الاستحقاقات. وخصوصا حنايا تقريبا دابا كل مرة كيقولوا لنا العام الجاي، العام اللي فات 3 شهور 4 شهور، كل مره كاجلوا في هذا الشيء وما فيش. هو النهار كتضرب الشتاء ما عندنا منين ندوزو، كيولي الطريق كامل حامل بالماء. عمال دابا حنايا في 2021، دابا حنايا ما عندنا لا واد الحار لا الطريق. هجم تبارك الله قداش نشوف واد الحار كي داير. عندنا العام السيدي هنايا 400 دار ولا 500 دار ما عندهمش كاع واد الحار، وبخار نتاعهم وردوا هو عند الواد ناشف، الريحه الوسخ، ناموس. واش غادي نقول لك؟ انا براسي راه كندوز من بربيطه نتاع الحوت، والله العظيم اللي قلبي وقلبي العام السيدي راه كيتحل. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا دابا انا هذه الرساله راه كنوجهها للمسؤولين الكبار البلديه، باش تما توصلهم وهذه الرساله، باش يجيو يوقفوا على رجليهم، يوقفون على هذا الوقت.